قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 20 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى
وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم قول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاء لو أنهم
فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون فعلموا أن الحق
وقال الذين أوتوا العلم
صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ فَخَسَفْنَا الكتاب
بك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفر
لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب وما هم بحاملين
عما كانوا يفترون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم إن ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم
يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. وما والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. آمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا
وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قال رب انصرني على القوم المفسدين. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية، إن أهلها قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله كانت من الغابرين. ولما أن جاءت رسلنا لوطا ولا تحزن إنا ننجوك وأهلك إلا امرأتك إنا منزلون على أهل هذا
السماء بما كانوا يفسقون. ولقد تركنا وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاء ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فكلاً الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذ
اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله.